لو عايزة تنزلي دورتك الشهرية المتأخرة في 4 دقايق بإذن الله، وتنظميها الشهر اللي بعده أو الشهور كلها اللي بعدها، بعد لما كانت هي مش منتظمة أصلا، كان سنك بقى 45 سنة، كان 30، كانت لسه بنت صغيرة، كل ده هنقوله في الفيديو. بس في تحذير، بس إن الفيديو فيه معلومات مهمة جدا، والفيديو بجاوب فيه على كل الأسئلة اللي اتسألتها في الفيديوهات اللي عملتها عن تنزيل الدورة الشهرية، فياريت تكملوا الفيديو للآخر عشان في معلومات. نفس الأسئلة اللي انتوا بتسألوها لي هي إجابتها في نفس الفيديو ده، بس حضراتكم مش بتسمعوه أصلا. فاللي عايز الوصفة في آخر الفيديو على طول، هنقول مكون واحد هينزلك إن شاء الله الدورة، ممكن نضيف عليه مكون يزيد قوته ويضاعفها ان هي تنزل بسرعة كمان. تمام. دلوقتي احنا بس في هنقول معلومات اهم اصلا من الوصف، ماشي؟ طيب ايه بقى، نبتدي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، كده نقول ايه هي اسباب تأخر الدورة، عشان تسألي نفسك سؤال، هي الدورة متأخرة عندك ليه؟ تسألي نفسك السؤال دوت بشرط انك تقولي انا سني كام سنة، انا عندي كام سنة. ايه ده، هي مهمة؟ طبعا تأخير الدورة بيكون بنسبة 1000000% بسبب سن معين. ازاي؟ انت حضرتك عندك 45 سنة، 50 سنة. طب هو السن دوت، السن اللي عنده اسمه سن الحيض او توقف الحيض او الطمس، سن اليأس. فاحنا بنعمل حاجة واحدة، بنعمل تحليل بنشوف فيه هل عندك بويضات ولا لا. لو عندك بويضات يبقى انت مؤهلة انك تنزل عندك الدورة، انك لما تشرب المشروب تنزل لعندك الدورة بإذن الله. طيب هو ايه المشروب؟ هيبقى القرفة، عبارة عن القرفة هنقويها بحاجة تانية، وهنعصر عليها حاجة او نضيف عليها فيتامين سي، ونقول لكم ازاي تشربوها وامتى، لان مش انت عرفت ان القرفة بتنزل الدورة، طب بتستخدمها ازاي؟ ما انت مش عارف، يبقى هتبوظي الدنيا. لا تسمعي بقى في الاول كده كل المعلومات دي. يبقى احنا خدنا سن معين وقلنا عليه هيعمل ايه. يبقى انت لو 45 سنة 50 سنة اتأكدي ان عندك بويضات. ازاي؟ بتعملي تحليل، تحليل هو مخزون مبيض. كده خلصنا اول صنف. في ناس تانية، واحدة ست تانية تيجي تقول لك انا لسه متجوزة او متجوزة بقالي شهر او شهرين والدورة ما جاتش عندي. اول حاجة لازم تفكري فيها انك حامل. تعملي ايه؟ تعملي تحليل حمل. ما طلعتيش حامل عادي، بعد الجواز اصلا الدورة بتتلخبط، طبيعي جدا جدا على فكرة تتلخبط، ما تقلقيش. مفيش ست متجوزة دورتها منتظمة على فكرة. طيب معلومة اتنين، لو انت بنت لسه عندك 12 سنة 13 سنة 14 سنة، يعني ما وصلتيش لل 15، انت حبيبتي طبيعية خالص، ما فيكيش اي حاجة. اخر سن او اخر عمر لنزول الدورة الشهرية هو سن ال 15 سنة. لو ما نزلتش عند 15 سنة ابدأي اقلقي بقى، ابدأي شكي ان في حاجة غلط. تمام. طب هتيجي تقولي لي مثلا انا اختي، ودي التعليقات اللي بتجيلي، انا اختي جات لها وهي عندها 12. انت مش زي اختك يا حبيبتي، في ناس يجي لها 12، ناس يجي لها 13، ناس يجي لها 14، ناس 15، عادي خالص. حتى لو اختك، حتى لو اختك او بنت خالتك، لان التعليقات دي بتجيلنا يا جماعه في الكومنتات وبتجيلي وبجاوب عليها. فانا بجاوب لكم على كل معلومه والله في الفيديو ده، مش قصدي اطول بس قصدي افيدكم. طيب انت واحده سنت كده، احنا خلصنا لو ست عندها 45 سنه، او لو بنت عندها 15، او ست لسه حامل. غير كده بقى ممكن يكون اسباب تاخر الدوره حاجات كتير قوي. اول حاجه، البنات اللي في المدارس او في الكليات فتره الامتحانات بيبقى عندهم توتر وقلق ومتوترين، او لو حد داخل حاجه جديده. او اقول لكم حاجه كمان، لما تكون البنت داخله على الجواز اكتر حاجه بتعمل الدوره تقف عندها او ما تنزلش، الست البنت خايفه من الجواز ومش عارف ايه والكلام دوت، وما بتنزلش عندها. وساعات بتنزل بقى عند من الخوف والرهبه الكبيره قوي اللي بتحصل، تقوم نازله عندها ليله الدخله عادي خالص. طبعا لان حضرتك كل نزول الدورة عبارة عن هرمونات، فانت توترتي نفسك وكده خلاص هي اتلخبطت. فتعملي ايه؟ تبدأي تشربي حاجات بقى تنظمها وتظبطها. نبتدي نشوف ايه الحاجة اللي معانا. زي ما احنا قلنا هي هتكون مكون واحد، ممكن نضيف عليها حاجة تزودها، تزود شوية.
طب ايه الحاجة اللي هنضيفها؟ اول حاجة كلكم عارفينها، بس مش كلكم عارفين ان القرفة بتتاخد بطريقة معينة عشان تظبط وتنظم الدورة وتنزل الدورة المتأخر. اللي هنحتاجه ايه بقى؟ معلقة صغيرة خالص من القرفة، يعني دي تعتبر زي معلقة شاي اهي، دي معلقة شاي من القرفة. بس بتسأل سؤال، هي قرفة زي دي ولا جيب قرفة عواد؟ والله الاتنين واحد. انا عايزة بس كمية من القرفة اللي على هيئة بس معلقة شاي صغير، بس هو ده اللي انا محتاجاه. هل هي عواد؟ هل هي زي دي مطحونة؟ مفيش منها مشكلة. طيب القرفة طبعا زي ما انتوا عارفين من المواد، واقوى وافضل واحسن المواد طبعا لو جينا نرتبهم كده في نزول الدورة وتظبيطها. هنجيب ايه بعد كده؟ نجيب مية سخنة ونبتدي نصب عليه. بس عملنا احسن كوب قرف. طب ايه اللي ممكن نضيفه عليها يظبطها؟ وليه هنضيفه؟ بس باحتياطات، اللي هي ان اول، على فكرة القرفة دي لو اتسابت كده، عشان بس الناس اللي بيستخدموه استخدمتها كده، ايه ده سخنة، انا مش هقدر اخدها دلوقتي. طب حضرتك هتعملي ايه؟ لازم تغطيها، لازم اي حاجة بسرعة تغطي بيها القرفة. ليه؟ عارفة ان المواد المتطايرة، البخار ده كله، هي المادة الفعالة، هي دي اللي المفروض تشتغل وتجيب لك نتيجة. القرفة دي المادة الفعالة فيها هي، على فكرة كل الأعشاب مواد متطايرة. يعني إيه المواد المتطايرة؟ يعني المواد الفعالة فيها، أو المواد اللي بتقوم بالشغل اللي إحنا عايزينه، هي دي اللي بتطير دي، بسرعة تقوم مغطية. يبقى دي القرفة. هنضيف عليها إيه؟ نضيف عليها ليمون. الحاجات اللي بتشغل بتظبط شغلها نص ليمونة كده وتعصريها. بس حاجة مهمة، انك لما تيجي تعصري ليمون تعصريه قبل ما تاخديها بالظبط. ليه؟ الحرارة ذات نفسها بتبوظ الليمون، بتبوظ فيتامين سي. فيتامين سي حلو جدا جدا على فكرة. في ناس يقولك ايه، بيبوظ الدم، او مش عارف بيعمل ايه في دم الحيض. لا هو كويس عادي على فكرة، مفيش، مش عايزة تحطيه ما تحطيهوش. طب ناس تانية تقولك انا طعمه مر، طبعا طعمه مر، ضيفي عليه معلقة عسل أبيض أو حليب سكر. انت شوفي بتاخدي معلقة سكر، معلقتين سكر، تلاتة، اللي انت عايزاه، المهم تحليه. ايه بقى الحاجة الحلوة اللي ممكن اضيفها فعلا على القرفة عشان تظبط لي وتقوي لي؟ الجنزبيل. الجنزبيل أو الزنجبيل يا جماعة كويس جدا 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 برضو لو انضاف على القرفة، من المواد المفيدة جدا جدا، هتنظم لك برضو الدورة. هتضيفي قد ايه؟ نفس المقدار بالظبط. حطيتي معلقة شاي قرفة قصادها، معلقة شاي برضو من الجنزبيل او الزنجبيل. بس تبدأي تاخديها ازاي؟ تسألي نفسك، هي الدورة منتظمة؟ اه، بس انا الشهر ده عايزاها تيجي بدري شوية. خلاص تبدأي تاخديها كل يوم كوب واحد. احنا في رمضان طبعا، ممكن تاخديها بعد الفطار، الوقت ده اللي بكلمكم فيه وقت رمضان، ممكن تاخديه مثلا بعد الفطار، بعد ما تفطري طبعا لو عايزة تنزلي فيها، او تاخديها يعني لو انت مش صايمة يعني وعايزة تنزليها، تاخديها ايه في مرة واحدة في اليوم. المهم هي مرة واحدة في اليوم. طب ثانيا، انت واحدة دلوقتي، انت عارفة اللي هي بتيجي يوم 20 وعايزاها تنزل يوم 20، تبقي قبل يوم 20 يعني مثلا يوم 17 قبله بثلاث ايام تبدأي تاخديها كل يوم واحدة. طب هي نزلت بقى واتظبطت معاكي فعلا زي ما كانت بتيجي الأول بقت تيجي يوم 20، خلاص ابدأي بقى من خديها تلات موعد نزول. يعني هي هتنزل عليكي مثلا 20، 21، 22، ماشي، خديها في الثلاث ايام دول برضو. يبقى كده خدتها كام يوم؟ 6 ايام، 3 قبل ما تنزل و3 اثناء النزول. بس بالطريقه دي هتوصلي لحاجه كويسه جدا ومعلومات سهله خالص. بس الفكره ان الكل يقول القرفه بتستخدميها، طب ازاي يا عم او ازاي يا ستي ما تعرفيش انك استخدمتيها بالطريقه الصحيحه الا هي الطريقه دي؟ لو استفدت بقى ما تنسيش تدعمينا وتشتركي معانا، واهم حاجه والله بنتمنى منكم انكم تدعوا لنا دعوه كويسه، والناس اللي عندها مشاكل وما جابتش معانا تيجي تقول لنا ليه. في حاجات برضو تانية بتعمل، بتنزل الدوره موجوده على القناه على فكره، ممكن نستخدمها، ممكن هي بقى اللي تجيب معاك نتيجة، مش شرط دي اللي تجيب. تمام؟ آه، وشكرا لكم.